نحن لم ندخل بتفاصيل إعلان الاتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، فهو اتفاق تم التوقيع عليه من قبل كافة الفصائل التي شاركت في مثل هذه المناقشة وفي صياغة هذا الاتفاق. المطلوب ليس الحديث عن جزئيات الاتفاق بقدر ما هو الحديث عن كيفية ترجمة هذا الاتفاق بكله، بنصوصه، بمجموعه وليس بجزئياته، إلى آليات عمل تنفيذية. المهم في هذا النص هو أنه سيكون هناك لجنة لمتابعة هذا الاتفاق والعمل على وضع آليات تنفيذية له.